السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة جيت أستخدم أنبوبة السيليكون دي، كانت عندي فكنت هرميها لأنها فضيت وزي ما انتم شايفين كده اتجمدت، فأنا كنت فاكر إن هي يعني شغالة وشايلها عندي في الدولاب علشان أستخدم السيليكون ده وقت ما يعجبني. فببص كده لقيتها ايه، انا يعني انتاجها 20/9/2017، شايفين كده. فانا مش عارف هل هي صالحة ولا ليه جمدت كده، فانا افتكرت ان هي ايه يعني في عيب فيها ولا حاجة، اتضح ان هي صالحة بس لمدة 12 شهر. لقيت انها بتقول سيليكون متعدد الاغراض مضاد للبكتيريا والفطريات. طب دي معلومة كويس. طب ما هو مضاد للفطريات والبكتيريا، طب ما اروح عندي رف في التلاجة مشروخ، طيب هل ممكن ألحمه بيها؟ يعني زي ما انتم شايفين مكتوب هنا مضاد للبكتيريا ومضاد للرطوبة ومضاد للحرارة، فحبيت استوثق اكتر من المعلومات اللي عليه. فهي مكتوبه صغيره قوي المعلومات دي، الجزء هنا اللي بالعربي بيقول لك الوصف يعطي سطح ثابت مرن ومطاطي مانع للتسرب. هنا ايه اماكن الاستخدام؟ الصحي والحمامات، يعني ما ينفعش ان انا استخدمه في التلاجة، او ممكن لصق زجاج بزجاج او زجاج بالألمونيوم او معدن زي ما حضراتكم شايفين. هنا استخدامات صناعية مثل المواتير الى اخره، لانه مضاد للحرارة. الطبقات المصقولة بالجليز اللامعة، لصق بين قوسين أنابيب أو شرايح أو أي اتصال، البلاستيك بالألمونيوم. طيب هنا موانع الاستخدام، لا يستخدم على البيتومين أو الأسفلت أو الخرسانة المسلحة أو على الرصاص. طبعا الكلام ده صغير جدا يمكن ما تقريش بالعين المجردة. لا يستخدم في أحواض السمك. طب كويس أوي، بس أنا بشوف ناس كتير بتستخدمه في أحواض السمك، يمكن ده يسبب موت السمك أو يسبب في إن الحوض نفسه يبوظ. لا يستخدم داخل ثلاجات حفظ الطعام، أنا كنت عايز ألحم بيه الدرج الرف بتاع التلاجة. لا يستخدم في لصق طبقتين جليز متقابلتين معه. الاستخدام يستخدم خارجي وداخلي، سريع الجفاف غير قابل للدهان عليه، ضد العفن، الصلاحية 12 شهر. طبعا ده انتاج ايه؟ انتاج مدينة العبور. طبعا احنا مش عايزين نعمل اعلان لايه؟ للماركة دي، ولكني بس حبيت ادي حضراتكم نصائح بخصوص الايه السيليكون ده. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم رجاء الضغط على علامة الإعجاب ونشر الفيديو لمزيد من الفائدة للناس، والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. لما تفعل الجرس تضغط على الجرس اللي جنب كلمة سبسكرايب، هتطلع لك جرس جنب الكلمة دي، لو انت ضغطت عليه هيطلع لك ثلاث اختيارات، ثلاث أجراس، فحضرتك اختار الجرس الأولاني. استودعكم الله، وإلى اللقاء في فيديو آخر مفيد. استودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما تيجي حضرتك تشترك في قناة، المفروض ان انت الاول بتدوس على الكلمة دي، على بتدوس على المستطيل الاحمر ده نمرة واحد، تمام كده. فلما تدوس عليه
يكون هيطلع لحضرتك الجرس ده. تمام كده، ده نمرة 2. تمام كده، بعد كده بتدوس على عشان يجيلك يعني الفيديوهات اللي هي ايه، كل ما فيديو ينزل يجيلك بتدوس على كلمة all day. يبقى انت كده اشتركت في القناة. لو ما عملتش كده تفضل ايه مشترك في القناة لكن ما يجيلكش اي حاجة من اللي احنا اسف يعني اي فيديو احنا بننزله، فما بيجيلكش لانك انت ما عملتش الخطوات دي. يبقى الاول بتضغط على كلمة سبسكرايب دي، يعلم لك عليها ايه برضو، دي نمرة 1. وبعدين نمرة 2 الجرس ده بيظهر لك. نمرة 3 بتدوس على كلمة قول ديت، تطلع لك الليستة دي فيها 3 اختيارات، بتختار اول واحدة منهم، تضغط على الجرس اللي هو قدام كلمة قول، يبقى انت اشتركت. بالتوفيق ان شاء الله، والهدف كله ان احنا نعمل تواصل مع بعضنا عن طريق اليوتيوب، واليوتيوب مجاله ابرح بكتير في الشرح وفي التعليق وفي في خطوات التنفيذ والمعلومات أكتر من الفيسبوك نفسه. مع تحياتي، أرجو أن يكون الفيديو نافع لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.